ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك متهم بإحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنك متهم بإحراز سلاح أبيض من قوس المطوة دون مصوغ من ضرورة مهنية أو حرفية. ورحمة أمي يا باشا، ما أعرف الحاجة دي طلعت مع عربية إزاي ولا أعرف مين اللي حطها لي. ده أنا كنت واقف جنب الباشا وبيفتش العربية وطلع الحاجات دي من التابلوه، أقسم بالله اتفاجئت زيه. يا باشا مالناش بركة إلا أنت يا باشا، يا باشا إحنا غلابة والله، ده أنا حتى السجاير ما بشربهاش. أقفل المحضر بإثبات ما تقدم وقررنا الآتي: أولاً، يحبس المتهم عزيز عبد المنعم السيد محارب 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني. والله يا باشا الحاجة ما هي بتاعتي، والله ما هي بتاعتي. مظلوم ومين ينصفك مظلوم يا ناس وبريء، وكل يوم دنيتك تفتح معاك تحقيق. بعد الشر عنك يا محارب. احنا هنعمل ايه يا محارب؟ انا شايف ان اروح احب على راسك اللي انت خبطته. انا ما خبطتوش، هو اللي رمى نفسه قدام العربيه. وليه يعمل كده؟ اللي بيجرنا من بعدك ده بس يوم. ما تخافوش، شد عودك يا ابراهيم عشان اختك. ما تخافش، ربنا ما بيسيبش مظلوم ابدا. وانت يا مناه خلي بالك من اخوك. ما تعيطيش يا بنت، اخوك راجل، اوعى حد فيكم يقصر في حق نفسه. ولا عايزين امك الله يرحمها ترتاح في تربتها، اعملوا اللي قعدت تحلم بيه طول عمرها. وانت خلي بالك من تدريبات الشرطه بتاعتك، انا هخرج ان شاء الله. ازاي بس يا اخويا كل حاجه راحت استنيك؟ مفيش حاجه راحت، اوعى اسمع الكلام ده تاني. اسمعوا، انا عشت طول عمري عشانكم، وادفع عمري كله تبقوا احسن الناس. اجمدوا انتوا اخوات محارب. اطمن يا ابني، احنا موجودين، بس خلي بالك انت من روحك، دول في عينينا انا واهل الحته كلهم. ده انت امك الله يرحمها ياما سندت وطبطبت علينا كلنا. الله يرحمك يا ام عزيز. الله يرحمك يا ام. يلا كفايه كده. لا لا خلوا بالكم من نفسك يا محارب. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك يا محارب. خلي بالك من نفسك يا ابني.